في الفترة ديال الثمانينات في الكتاب تتكلم على أنه كان شركة التوزيع كانت انطلقت واحد قوة وحقت انتشار كبير بالنسبة للصحف، وحتى الصحف طورت، وكيف نفس الوقت كان واحد تضييق على حرية الصحافة. كيفاش عشتوا شخصيا، كيفاش عشتي هذيك المحطة ديال التضييق؟ ماشي عشناه، عايشناه. نعم عايشناه، وكانت مرحلة دقيقة جدا، وككل مغربي في يشتغلوا في هذا المجال بصفة خاصة كانت مضايقات كبيرة. ولهذا أنا حين أتذكر ما عشناه في تلك الفترة مع ما نعيشه اليوم، أرى أننا قطعنا أشواط كبيرة، يعني بصراحة يجب أن نحمد الله عليها. يعني مثلا أنتم في الشركة عندكم توزيع، ويمكن تدخل السلطة أن تطلب منكم أنكم ما توزعوش. لا، كانت الرقابة. كانت الرقابة. إحنا مثلا باعتبار أن سابريتي التعاونية فيها صعبة، أنا كنت أذهب إلى المطابخ لأرى الجريدة هل طبعت، ماذا ثم لماذا تأخرت. وفي المطابع مثلا رجال الأمن، كاين رجال الأمن يقرأوا الجرائد قبل ما تطبع، يقرأوا الجرائد أو يأخذوها إلى المسؤولين، وممنوع تدخل الجريدة. مرة حصلت لي مشكلة مرة وأنا في جريدة اتحاد اشتراكي، أنا كنت محرر، كنت ليس محرر، أخذت جريدة في المطبع وسألني واحد مسؤول الأمن، فتشني فلقى جريدة كان ممكن أن يعني. وأنت مدير سابريس؟ أنا مدير سابريس، هذا عمليتي، أنا مهنتي أني أقرأ الجريدة قبل الناس، أنا القارئ الأول ويجب أن أقرأ الجريدة. يعني كانوا رجال الأمن مرابطين داخل المطابع وداخل شركات توزيع في كل المطابع، سبتوا مطابع ديال الجرائد الوطنية آنذاك على قلتها، كانت يعني معاملة صارمة جدا. الحمد لله كانت فترة، وكانت صراعات سياسية، وكانت الصحف تعكس هذا الصراع. وكلما ازداد الصراع إلا وزاد انتشار الصحف، والصراع كان مع صراع إيجابي بصراحة، كان إيجابي لأنه هو الذي ولد هذه الأشياء الجميلة التي نعيشها. لولا هذا الصراع لم نكن لنصل إلى هذا المستوى من حرية التعبير في المغرب، يعني ولو أنه الكمال لله، ولكن قطعنا أشواط لا يمكن أن أشعر بهذا الفرق إلا من عاش تلك الفترة، ليرى كمية جميلة هذه الفترة التي نعيش الآن إذا ما افتكرنا ماذا كنا نعيش. بقي لنا نتكلم عن سياق الحديث عن الوجه الآخر بالرضا، وأنك كنت رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. تماما، ما تكلمتيش كثير على هذه التجربة. جوانب أخرى ما تكلمش عليها كثير، مش غير هذا، كاين جوانب أخرى، ولكن بما أنك طرقت الرياضة، أنا كنت لاعب كرة السلة بحكم وجودي جنب المدرب ديال فريق المولودية الوجدية، فاكتشفت أن كرة السلة أصبحت يعني أحبها جدا، دائما كان الشغف والإرادة، فأردت أن أكون لاعبا لكرة السلة، ولعبت في كل أقسام ديال الشباب إلى الكبار، ولعبت مع فريق المولودية الوجدية طبعا. ثم لما ذهبت إلى فرنسا كانت لي فرصة ألعب مع الفرق الفرنسية، ثم لما عدت إلى المغرب جئت إلى فريق النادي البلدي البيضاوي، لعبت ضمن النادي. لماذا اخترت النادي البيضاوي؟ فقط لأنني كبرت في وجدة، والوجدة تلعب بالخضر على ليفال الخضر، فجئت ضرب بيضاء جمعت الفرقة سميتها النادي البيضاوي ثم خضر، لعبت مع النادي البيضاوي، ووقعت لي عدة مشاكل ذلك. مثلا في أتذكر حين لعبت مع فريق النادي البيضاوي مع الكبار، كانت عندنا رحلة إلى وجدة ضد المولودية الوجدية الذي هو فريقي، فقوبلت تقريبا بالحجارة في وجدة، كيف يمكن يعتبروا هذا غدر وهذا يعني عدم الاعتراف بالجميل، أنت ابن وجدة تلعب ضد وجدة، لا يمكن. كان لما تكون في فريق وتلبس قماش فريق لا يمكن أن تلعب مع فريق آخر. اليوم أصبحت تجارة، من يدفع أكثر تلعب معه؟ لا، ذلك الوقت كنت أقول لك مولودية لا، أنت ودادي أو رجاوي أو الماس لا، لا يمكن لا يمكن أن ترى مراكشي يلعبوا في فريق آخر أو بيضاوي يلعبوا في فاس أو فاسية. يعني كانت فرق، إنك حب الفريق كان القميص كان عنده ديلر. لعبت كرة السلة وأسست فريق في الدار البيضاء، كان واحد الرجل أستاذ كبير الله يرحمه أستاذ عبد القادر المزيني، كان مدير ديال ثانوية محمد الخامس، وكان أسس فرقة للهاندبول كرة اليد، ونادني وقال لي سي محمد لماذا لا
نقوم بإنشاء فريق لكرة اليد كرة السلة للنادي البيضاوي الجميل النادي الجميل. قلت له طيب، فجمعت بعض الأصدقاء وأسسنا فريق النادي الجميع البيضاوي لازوك النادي الجميع، وكنا شامبيون دي في المغرب، حرزنا البطولة في السنة الأولى. تعرفت طبعا على الفرق الأخرى وتم انتخابي رئيس للجامعة الملكية لكرة السلة، وواكبت سفريات الفريق الوطني المغربي. صلاح الدين مزوار والآخرون كانوا معي في الفريق، وذهبت رئيس اللي بعتها إلى صلاح الدين مزوار بولونيا، كان وزير المالية، كان وزير المالية وكان كان لاعب متميز في كرة السلة، كان العوجيد، كان لاعب أنيق، كان لاعب كما هو دائما أنيق، وهو جاري على فكرة ولعب في بيتي كرة السلة كذلك، صديقي. والعلاقات بين لاعبي فريق واحد هي علاقة بشكل خاص، يعني لا يمكن للإنسان أن ينقطع عن علاقات مع من اللعب معهم، وكأنك كنت في الحرب معهم أو في مسائل من هذا القبيل، أن العلاقات ديال الفريق تلقى دائما راسخة وأصدقاء الفريق. بقي عندك اهتمام بكرة السلة؟ لا، ألعب كرة السلة مع الكبار، مع الكبار جدا منه الآن. لا لا، كبار الرياضة، أنا كنت أمارس الرياضة منذ الصغر ولا زلت أمارسها بشكل آخر طبعا ومع مستويات أخرى، ولكنني أتتبع الأنشطة الرياضية، أتتبع نجاحات الفريق المغربي، أحزن لخفقة يعني، ثم أفرح حيث يحلق النتائج كما نعيش الآن. ماذا نصائحك للشباب؟ أنت قلت واحد تجربة ديال سابريس، ما هي يعني أسرار النجاح؟ الواحد يبغى ينجح، كتجربة في الحياة لابد تعطي نصيحة. النصيحة قرأ كتاب رأس الشغف والإرادة في كل حياة. الشغف هو الحب، هو الهوية. الشغف إنك لن تحقق أي شيء إن لم تكن تحبه. إذا كنت مكره لن تصبح بطل، يجب أن تكون شغوفا بما تقوم به. ثم حين تكون تحب هذا العمل الذي تقوم به، إذا لم تكن لديك إرادة، ومن الإرادة بشكل عام الطموح، يعني أنت تحب هذا الشخص، يجب أن تكون عندك الإرادة للتقرب منه والتعرف عليه، أو تحب هذا المجال الصحافة هذا الذي اشتغلت فيه، كان هناك هذا الحب وفيه طبعا شيء من الوطنية، وكانت هناك أردت، ثم كانت الظروف كانت الأجنبية، كان الغزو الثقافي، كانت الاحتكار، أن تكسر أنت الاحتكار كانت إرادة. ثم جيل تلك الفترة بداية الاستقلال لكسي كان يهوى المغامرة بصراحة، لأن كانت البدايات وكان كل شيء جميل وربما هو أجمل الآن، ولكن كان ذلك ما كان. سي برادا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله.